مسح دمعتك كون جيت ولد حرام عندي ما نقولك سي نورمال تردي مشي تعوجك كون غي قعدنا احنا يا فطر قاهن نعلقك يا قلبي مدي اللي ماهن سفري قلي الرقبة وعندي النيف كي ولد في النيفو احنا مشي كيف كيف غايبني البيبي الوليدة؟ كدر وين تبي خير؟ لبس عليك؟ شنو قال لك طبيب الوليدة؟ وقال لي خاصك عشوية الراحة الحمد لله لك بعدا بخير الوليدة ماشي شي حاجة والحمد لله الوليدة داك شي اللي بغير ودابا ان شاء الله الوليدة من نهار مات الوالد وبقى ترتاحي تيما والو واش نقول لك انا راه لقيتيني نيت الصباح راك الشيء راه روينا بالصباح ندفع في السي فيات ودابا واحد الدري صاحبي عيط لي قال لي شي شركه هنا كتدخل راه غنمشي ندفع لهم السي في على الله وعسى الوالده هاك شي الوالده راه قرينا تعيينا وعلى الله وعسى ربي يسر لينا ان شاء الله وسير الوالده طلعي ترتاحي سير يرضي عليك وليدي الله يفرجك حمزه اجي نقول لك واش كتبش عليا الوالده مالها واش ما عندك متخبي لي حمزه شنو كاين الطبيب قال الوالده مريضه بالسرطان وليده مريضه بالسرطان عبدو اخويا اهلا وين الدراري بخير شي مزيان انا الفردان صحيحه صافي خدمه ولا والو اخو حتى فين خدمه اخويا كيما نقول هاد لا ريسونس خديتها هكاك والله العظيم البلاد ما فيهاش خدمه اخوك عارف اهي الصباح ما نقلب ما كنخبي عليكم الدراري مالك اخو الوالده مريضه ليا بالسرطان ملي غتجيب فلوس تاعك والوالد مسكين حتى هو يلاه مات راك نتوما عارفين الحاله كيفاش داير خويا نخدمك معاه فاش تخدمني عندك عندي لك خدمه وحق الله جيب نهار ديالك تكون راجل تجيب نهار ديالك شنو هي الخدمه اه يا خويا خدم معاه اجيب نهار ضحكوا عليا ما شي مبطل تخدم معاه طيح شي بياسه دابا ما كاينش اخر يوم انا مدمت مع الحرام ودابا هادشي ديال شي حاجه بحال هكا امك مريضه باش تصرف عليها ما نصرفش على امنا بالحرام خلي امي قاعده تموت انا وما نصرفش لها بالحرام صرف عليها بالحلال هاد قال حلال والله ما عرفتش اش غندي الدنيا طارت بي علاش قريت انا كاع علاش واش هاد البنات كانت تغلب راني انا كدير اخويا سيدي بخير لاباس عليك كلشي مزيان صافي عليك احوال امور مزيانه الوالده الله يحفظك كي غادي مع شي خدمه مزيان صافي صافي الحمد لله امور مزيانه الوالده اخويا عياره شويه كنت طاحش معاها مسكينه دويش معاها عياره ديال مات وعييت اخويا سيدي عييت ما قال على شي خدمه راه واه على ليسونس وقرايه وروينه اخويا عبدو كان بغي ندوي معاك وكنحشم عرفت مش عارف نفسك واش تتوكل على الله الشركه اللي كنخدمو هاد الايام انا كنفكر فيك نقول عبد القاري وهذه السيارة الكشر كنحشم نجي نقول لك ودا سفيان ما كيما نقول لك يلاه تلاقي دابا مع حسن وياسين قال لك يلاه كريسي معاه واش تبي من الله من راسك عرفت مش عارف راسك بغيتي تخدم توكل على الله خدمة حلال زوينة تجيب لك شي بعرقك وتنعس مرتاح مرحبا كلشي بين يديك اخويا عبد الواجد تخدم ماشي دابا تقول لك مع الشاب ما تبقاش يلا غادي انا الله يرحمك الوالد اخويا سفيان والله راه الوالد مسكين خصو يجيب لها الدواء وداك الشيء راه كاين اخويا عبد الواجد راسو لا يمشي دابا بغيت انا غادي للخدمه دوي معاه سير تدوي معاه وانا من بعد غنعيطك في التليفون ونمشي مع خويا صافي هادشي عيط لي الله يرحمك اخويا عبد صافي الله يرحمك سلم على المهمه بزاف مبلغ مبلغ ان شاء الله فيها اخويا ان شاء الله فيها راك انت خدمه حبيبي واش غدي راه ديالي واخا قرينا هو اما عندك ما دير اللهم طرفتي الخبز يكون حلال ولا شي حاجه حرام
خويا صافي صافي قطع 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 انا صاحب ليا الحبيب انت صاحب من هنا يا صاحبي تخلص لنا الدنيا صاحبي ديما حنا كندير على واحد انا عارف ادري وش هذاك الشيء ديال هذاك السيد هذاك السيد اللي شو ليها ريكور جا في قلاب وحنا ديما كدير ريكور عاد غافو كدير ديال الله يهديكم الدراري سير الله يهديك تلقاني يا عبدو صافو سير الله يهديك سير يا سي تلقاني يا عبدو خلنا بريكور شوف انت صاحب من هنا تخلص لنا الدنيا صاحبي ديما حنا كندير اجي اشرب معايا حاسي الله يحفظك سمح لي بس مش اجي ديالكم انتي ديالكم كيجيني باس خويا شيخ خمزة الله يحفظك ودير لي فيها شي قول الكبير ناخذ هذيك العيبين صح تبان اخويا عفاك حيد من هنا يلا حيد لا منوع منوع لا جري لي عليك هي الريحه الله يرضي عليك راه يدي مهبطه منوع هذا الشيء مالي ريحتي انا ترى عندي فلوس وندخل ناكل فلوس كثير كلها الله يرضي عليك حيد من هنا يلا سير حيد سير من هنا سير الله يرضي عليك يلا يلا سير قاسي مشاكل معاك تحسس فيا وخاب اخويا سفي خدمة ديال الدلال لازم نقولوا كاش خدمة ديال الدلال كيف شي واحد قريت انا تعيز من الخدمة هكا شوف الله شوف الرزق شنو كنت تشوف فيه باقي الخير قدامك نوضو خبزة كلشي جرى علينا راه بعدا كيعطي المبدا ديال النفس كيفاش داير متقلقش زعما بالعكس عادي هادشي يحفزك اصاحبي مال موز الزبل مالو ماشي بنادم وانت قلت شي راه هما هذاك موز الزبل يعني شنو حنا كنحيدو لهم الزبل ديالهم انا كنعرف القيمة الخدمة اللي كنديرو لهم هي وشوف كاش الزبل راه ديالهم من ديال من ديالنا حنا شكون اللي منصف بالعكس هاد الخدمة شريفة كتعرق عليها خدامة على قبل باش نجيب لوالدها الدواء عندي خويا صغير ما تمسكش البنادم اصاحبي وتابعنا الكرا شي فين يبقى في الحال هيك شي كتشفار ولا كتخطاف ولا كتسنى خصك تعطيك كتفيق شي 12 انت وياك كتعطيك ولا تما فين يبقى في الحال تقول انا عايش مدلي ما بغيناش نديرو اخويا سيدي اما انت الحمد لله كتعرق كتجيب رزقك بحلال طيبة ما يهمكش الحال ولا مش طار راجل غنمشي نشوف الوالدة أنا سيري دراش أنا غنمشي كان شي غدا راه غناكلو ما كانش شي غدا راه غنرجع عندكم سيري 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 تمام اليوم أنا فرديش وتا أنا صاحبي تمام اليوم في الساحل عايش وخل عايش خويا هاد الأمانة تلطاش من الوالدة الله يكثر خير الله يرحم لك الوالدة الله يرحم لك الوالدين يا خويا خويا متسالي حط هذاك قدام الدار انا غادي ندراس فهمت صافي ولا حط عند الله يرحم لك الوالدين الله يرحم اخويا بخير اخويا نشم ريحه المشوى يا خويا باقي الناس بعدا كيديروا الخير باقيين ولاد البلاد باقيين ولاد الخير راه اخويا نضرب نشوف هذاك الشيء اش فيه اخويا كما كاينين الناس خايبين كاينين واحد الناس زوينين يعني ضروري كاين واحد الفئه في منشي تا كينحجر الطون ها
هذه هي معاملة خاصنا نعاملوا بها جميع الناس، وهذه المعاملة تعطيها ليك وانت اللي خاصك تطلب منه السماح ماشي هو. الله تا الدموع طاح حقاش انا ملي كنت كنهضر كنستحضر هذوك العمال ديال النظافه، حيت هذاك ما خصوش يكون، ما خصاش تسميه موز الزبل، هذاك راه خصو يتسمى عامل النظافه، لانه هذاك السيد ما عرفتش الظروف ديالو اللي خلاته انه يخدم تما، ما عرفتش يقدر يكون هو قارع لك، يقدر يكون هو نيفو عليك، اصلا هذاك الزبل راه ماشي ديالو هو، هذاك الزبل اللي كيحيد فيه راه ديالك انت، هذاك الزبل راه ديالك انت يا اختي. حاولوا ما بقاوش نعاملوا داك عامل النظافه كانه داك انسان مسخ، كانه داك انسان اللي ما عندوش قيمه، بالعكس راه كلنا بشر الحمد لله، ومادام خدم هذاك الدومين الا واحد الحاجه خلاتو خدم تما. المهم كنتمنى يعجبكم الفيديو وتبارطاجيوه مع اصحابكم باش هما توصلوا لهم الفكره هذه. والله شدتني الدم. اخر ميساج، انسان ما كتشقاش بالاناقه ديالو كتشقاس بالرجوله ديالو، انسان ما كتشقاش بالاناقه ديالو كتشقاس بالرجوله ديالو.